مفاتيح مع الدكتور هاني الغامدي وسعيد حنتوش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتخيل في حياتنا أنه إحنا نكون ناجحين في عملنا، مع أسرتنا، مع أصدقائنا، ومع المجتمع والمحيط اللي حولنا. أحيانا نتحلم بين فترة وفترة أو في فترات متفرقة في حياتنا أنه نتخيل أنفسنا أنه إحنا ناجحين في مجال عملنا اللي إحنا نبغى نوصل له، أو اللي نتمنى نشوف أنه إحنا ناجحين فيه، ونتمنى أيضا أنه إحنا نكون ناجحين مع أهلنا وتكون علاقاتنا مع أهلنا بأفضل طريقة، نشوف أهلنا يحبونا سواء زوجتنا أو أولادنا أو حتى أبانا وأمهاتنا يشوفونا بأفضل صورة. كل هذه الأشياء دائما نتخيل ونشوفها في حياتنا، في خلينا نقول في أحلامنا اللي بنفكر فيها بين فترة وفترة. فاليوم إن شاء الله بإذن الله عشان نقدر نوصل لهذا الموضوع ونحقق هذا الحلم اللي احنا نشوفه، أحلام اليقظة، نحققها وتصير إن شاء الله بإذن الله حقيقية وموجودة في حياتنا، حنتحدث عن موضوع مهم بعنوان النجاح في العلاقات الإنسانية. وأكيد ضيفنا اللي دائما بيكون معنا في برنامج مفاتيح دكتور هاني الغامدي، المحلل النفسي والمتخصص في الدراسات والقضايا الأسرية والمجتمعية. حياك الله دكتور هاني، أسعد الله جميع أوقاتك. وياك، السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله حبيبي سعيد وكل المستمعين والمستمعات الأكارم. مقدمة جيدة حبيبي، الله يحفظك. الله يعطيك. ولكنها مقدمة تودي في داهية. ليش تودي في داهية؟ طيب نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحيانا حبيبي سعيد وكل من يسمعنا، إنه أحلام اليقظة سقفها أعلى من المسوغات والمعطيات اللي في يدي، وبالتالي دائما يكون حلمي انه انا ناجح. ما حد قال لا تحلم، بالعكس شيء جيد انك انت تحلم، لكن برضو حط في الحسبان دائما انه ترى ممكن انك انت ما تصل لتحقيق هذا الهدف، واللي يعطيك الاشباع بانه انت اصبحت ناجح في هذا الملف او في هذه الصفحة من هذا الملف او ذاك. الاشكالية ان هناك بعض الاشخاص يحلم زي ما انت قلت يا سعيد، الله يبارك في كلامك اللي انت قلت في البداية. صحيح. والاشكالية انه يعتد بهذا الكلام، انه لازم لما نطقها تضبط، لازم لما نسويها لازم تضبط. تلاقيه ما شاء الله او تلاقيها قد يكون ناجح. والنجاح للمعلومية يا حبايبي هو نسب، ما في شيء اسمه نجاح بالمطلق في كل شيء. المصطفى صلوات الله وسلامه عليه لما جاب الرسالة العظيمة، يبقى السؤال يا الله هذا الشخص انت بتقول عنه انه هو احب خلق الله اليك، مش من المفترض والمنطق بتفكير البشر يا سعيد وكل من يسمعنا انه هذا الرجل العظيم اول ما يتكلم على طول الناس تستمع له وعلى طول الناس توافقه، لانه هو احب خلق الله اليه ونازل برسالة عظيمة. صحيح. بينما سيرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه لما بنشوف قد ايش هذا الكم من التعب ومن المعاناة ومن الأمور اللي حصلت له. سعيد حبيبي وكل من يسمعنا، اليوم لو جيت أقول لك سعيد ترى أنت شكلك كده عقلك ضارب وأنت مجنون وما في راسك، إيش تقول لي؟ تزعل. صحيح. تقول لي كيف يعني أنا مجنون؟ ولا أجي أقول لك والله يا سعيد أنت حاشاك طبعا حبيبي أنه أنت بس الله يعينك، فعادل ضرب فلت من يدي دحين أنت الله يعينك. الله يسعدك. فأنت الآن مثلا راجل بتقول أي كلام هتزعل يا أخي. طب هذا اللي صار مع المصطفى يا حبايبي، هذا الرجل العظيم جاي برسالة عظيمة مرسول من عند الخالق سبحانه وتعالى، لكن هو حكمة لنا عشان رب العباد يقول شوفوا يا عبادي أحب خلق الله إلي. برضو في مفهوم الدنيا، في مفهوم البشر، كان هناك نجاحات وكان هناك عدم وجود نجاحات، احنا ما نقدر نقول عنها فشل، لأنه على فكرة حتى لو احنا غيرنا المعنى، جيت اليوم أبغى أسوي شيء معين وما ضبط، بلاش أقول فشل، فشل كلمة شوية مؤثرة في النفس، أقول ما نجحت، أقول أحاول مرة تانية، أقول إنه إن شاء الله إنه في المرات القادمة أنا حيكون مصير النجاح بقدر مولى عز. وإذا ما تم الأمر بالمطلق، بمعنى كنت في البيت ما نجحت مع الزوجة، وجدت إنه أنا إدارتي للبيت نهايتنا إحنا انفصلنا، أقول عن نفسي فاشل؟ لا ماني فاشل، قدر الله وما شاء فعل. أمور كثير نقيسها في حياتنا بكلمة فشل ونجاح، هذا أكبر خطأ استراتيجي يستلم عقلك حبايبي. أنا دايما أقول
انتبه مما تلفظه، مما يطلق لسانك، تسمعه أذنيك، يصدقه عقلك. بمجرد أنه أنا أقول اليوم أنه والله أنا فاشل في العمل، فاشل والله، كل ما دخلت وظيفة وخرجت منها، كل ما دخلت وظيفة طردوني، كل ما سويت ما مهرر تضبط، وكل ما أعمل شيء ما يبان في عيون الناس، وكل ما أعمل حاجة للبيت برضو نهايتها هم ما يعترفوا بالأشياء والعطاءات اللي بقدمها، وبرضو ويفضل طول النهار يعيد ويزيد في كلام يحرق طبنات مخه. طب ليه يا ابني وليه يا بنتي وليه يا أخي ويا أختي؟ الحياة يا حبتي لازم يكون فيها اللي فوق واللي تحت، اليمين واليسار، النجاح وعدم النجاح، عشان يكون دائما عندنا مسوق وعندنا دائما دافع ان احنا ننتج بشكل انجع، افضل، احلى، احسن. لذلك مفهوم النجاح عند كل من يسمعنا اليوم يختلف من شيء لشيء. يعني مثلا شخص ما يسعيد يعتبر اذا كان ناجح في عمله وبيقبض نهايه الشهر المبلغ اللي هو وبيدوله الاوفر تايم حقه ولا بيدوله شهادات الشكر، هو انسان ناجح. لو جاء في سنة من السنوات ما دوره مرتين كريز، ولا ما كانت دوره مثلا المبلغ المعين، أو ما دوره البنفت أو المكافأة ولا واتيفر، أو ما عطوه خطاب شكر، أنا فاشل. كيف يا ابني حتى حكمت على نفسك بالطريقة هذه؟ كثير من الأشخاص بيجوا علي على فكرة وبيجوا ناحيتي، أنا والله يا دكتور بقدم في المدرسة الفلانية وأعمل وأسوي، وهم حاقدين علي وهم سووا لي وجابوا لي واحدة تانية صارت هي المشرفة ودحين بتبهدل فيها. كمون، في شيء غلط في الموضوع يا جماعة، في حاجة غلط. طب حتى لو كان جدلا فرضا هذا الشخص اللي انت اللي يعتبر رئيسك انه ظالم، خلينا نقول هذا الشخص ظالم، عندك حل من اثنين، يا تتواءم مع الوضع القائم عشان تكون ناجح حقيقي امام نفسك بانك انت بالرغم من هذه المطبات اللي انك انت ما زلت مستمر في رسالتك، او ارحل، فكنا وارحل، لا تقعد تضيع وقتنا وقتك تنكد علينا طول النهار، جايين من العمل ما تبغوزك، او جايتنا من عند بيت زوجك كنت فيك مش عارف مين، او عند من زوجتك، لا الكومبلين ده اللي يفضل طول النهار انا وانا وانا وانا. وعلى فكره صح في عندنا ظلم بيقع من قبل البعض علينا، ما اقول لا، لكن استرجل لازم يكون عندنا مقاومه. المصطفى صلوات الله وسلامه عليه اكبر حكمه وقدوه لازم نشوفها. والله يا حبايبي انا اتكلم الكلام ده والله ما أذكر اسم هذا الرجل العظيم أو إني أتذكر مواقفه إلا جسمي يقشعر وتبدأ عجين الغصة. ليش؟ لأنه معقولة ما تعلمنا وإحنا نقول إحنا على السنة؟ أنه سنة اللي أنت بتكلم عنها عشان يدك فوق السرة ولا تحت السرة؟ هذه هي السنة؟ السنة أنك أنت تتبع نهجه، تتبع حياته، تشوف الصراعات اللي كانت مع هذا الإنسان العظيم عشان تقول أنا كمان عندي أمور مشابهة وعلى السنة إني أنا أحلها بطريقته. المصطفى صلوات الله وسلامه عليه حينما أدمت قدماه إيش قال؟ ليه ما كان أخذ الأمر زي ما إحنا؟ أنت الآن لو جاء واحد خبطك بسيارة وصقعك كف ومشي إيش تسوي فيه؟ تدعي عليه وتجري وراه وتضارب معاه وتسوي فيه مش ممكن تطارده لحد بيته. المصطفى صلوات الله أدمت قدماه وجاله الملك نشيلهم نخلي أضعاليها واطيها؟ قال لا، الملك بيطلب منه بيستأذنه. حبايبي لازم نتنبه بأنه الحياة صراع، الصراع هذا الصراع دامي، يا ربي خلقتنا عشان نقعد نصارع في الدنيا دي؟ لا يا حبايبي، ربنا حطنا في المحك عشان يثقل شخصيتك، عشان يوم ما تملك أمر ما تحمده صح وتشكره صح، لأنك أنت أخذت الشيء بمثابرة، ما أخذت الشيء إنه هو جاء لحد عندك. وشوفوا الشواهد كثيرة أمامكم، الناس اللي بي على قولتهم كده بالمثل اللي في فمه ملعقة من ذهب ما يستشعر النعم، حتى يمكن الحمد ما يحمد ربنا أحيانا والعياذ بالله، لكن الشخص اللي يصل تشوف إنجازاتك. أنا وصلت 53 سنة من فضل الله، الآن لما أشوف إنجازاتي اللي أنا سويتها من فضل الرحمن أحمد ربي وأشكر طول النهار على كل ما تم بصحتي وعافيتي وتركي للأثر الإيجابي. عكيت يا هاني؟ إيه وعكيت، مين قالك ما عكيت؟ لك أعداء يا هاني؟ إيه ولي أعداء ولي ناس ما تقتنع بكلامي، وأنا أخطأت كمان في حق الناس وأخطأت في حق الله وأخطأت في حق نفسي، لكن على الأقل إنه الكونكلوجن النهائي إنه أنا ماني إنسان فاشل بعد السنوات هذه كلها، أنا ماني إنسان، أنا لا سويت ما قدم عليه الأمر باتكاء على معلومة، باتكاء على خبرة، بصبر، بمثابرة. الإنسان يصل. حبايبي اللي بتشوفوهم الآن قدامكم من بعض الأشخاص يلي يصنفوا عند بعض البسطاء، ما بدي أقول الأغبياء، بعض البسطاء، إنه هادول واو وصلوا، هدول مثلا يقول لك يا عمي شوف جاء سوى منتج ولا سوى اعلان وصار هو عنده الفولورز بالملايين، ودحين كل ما راح في شركه ادوله مش عارف كم الف. طيب حبايبي احنا مو شرط نصير زيهم، هل هذا هو مقياس النجاح؟ انا ماني ضد الناس دول، كل واحد ربي يرزقه، انا ماني ضد اي احد، لكن
هل أنت كل المثابرة اللي أنت بتسويها والأمور اللي أنت بتعملها من النجاحات المتتالية اللي بين يدك أو حتى عدم وجود نجاحات دايما عينك على هذا اللي طلع في مش عارف مين فاشينيستا ولا إيش ما كان المسمى أو من المشاهير وجاب يلملم فلوس؟ إذا ما كنت أنت مثله معناته كل اللي أنت بتسويه اليوم لا يعد ولا يحسب بأنك أنت إنسان مثابر وأنك ماشي في طريق النجاح. مصيبة إيدي اللي إحنا فيها سرنا. كيف سرنا نقيس الأمر بأمور ليس ضمن المقياس؟ ليس ضمن المقياس إنه والله هاني مشهور ولا سعيد مشهور ولا محمد مشهور ولا إيش ما كان. وفي الآخر هي أرزاق. أنا مو شرط أكون زي سينا وعين وصاد من الناس. لذلك يا سعيد وكل من يسمعنا حبيبي، الناس أو البعض عفوا يقرن النجاح بأنه إذا ما كنت المذيع اللي صوتي يطلع كل يوم في إذاعة ألف ألف فأنا ماني إنسان، أنا ماني معروف. طب يا أخي ممكن بتقبض أحسن من سعيد، وممكن راحة صدرك أحسن من سعيد. صحيح. ويمكن أنت أفضل من أي شخص آخر. احصوا النعم يا حبايبي اللي عندكم، عشان لازم نعرف أنه ترى في الأول وفي الآخر في حمد، وإن شكرتم لأزيدنكم. لكن إحنا طول النهار للأسف البعض مننا ماجد بوزو، أنا فاشل، أنا ما ضبطت معايا، أنا وأنا وأنا، ويتقوقع ويتعب ويروح لأدوية ويروح لمش عارف مين، ويمكن البعض يصل للانتحار. أنا أتعجب حقيقة، يعني إحنا مصنف عندنا في علم النفس إنه في بعض الأشخاص ربما باختلالات عقلية ممكن إنه يفكر في الانتحار. أنا يجون البعض يا سعيد وكل من يسمعنا، عشان اتطلقت تبغى تنتحر، عشان أبوها مات تبغى تنتحر، عشان ما زوجوها مش عارف الحبيب الفلاني تبغى تنتحر، عشان هو ما زبط في العمل الفلاني وراح قدم عليه وراح درس لما جاء من أمريكا ولا إيش ما جاء وما لقاله عمل يبغى ينتحر. وات؟ تنتحروا؟ إيش ده؟ فين الحمد وفين الشكر وفين الصبر وفين المثابرة وفين الإحساس بكل النعم اللي في يدنا؟ جميل، تفضل سعيد. الله يعطيك العافية دكتور. طيب إحنا حنطلع فاصل ونرجع نكمل إن شاء الله حديثنا عن النجاح في العلاقات الإنسانية. فاصل قصير ونرجع لكم جديد. مفاتيح مع الدكتور هاني الغامدي وسعيد حنتوش. يا هلا فيكم من جديد مستمعي إذاعة ألف ألف في برنامجكم برنامج مفاتيح مع الدكتور هاني الغامدي المحلل النفسي المتخصص في الدراسات والقضايا الأسرية والمجتمعية. دكتور هاني، بصراحة حديثك في قبل الفاصل يعني تحدثت عن أشياء جدا مهمة، يمكن أركز على نقطة عدم الفشل، أو عفوا الفشل بس أنت قلتها عدم النجاح، يعني أنا ما نجحت في المحطة الفلانية فخلاص ما أبغى أسميها فشل. يعني هذا شيء ممكن مهم جدا يحصل لكل الأشخاص اللي الآن نشوفهم ناجحين، الآن نشوفهم عمالقة في مجالهم، في التجارة، في الإعلام، في الفنون، في غيرهم من المجالات. يعني بشوف ناس ناجحين لكن أكيد أنهم مروا بمحطات عدم نجاح. خلينا نقول يا سلام عليك، يا سلام عليك، يا سلام على الكلمة الحلوة هذه يا سعيد اللي قلتها. حبايبي الحياة محطات، لازم نؤمن بالكونسبت هذا، لازم نؤمن بهذا المفهوم. الحياة محطات، المحطة هذه تتغير كل بعد فترة، هكذا هي الحياة وهكذا هم البشر. سعيد أنت كم عمرك الله يحفظك الآن؟ 24. حلو. أصحابك اللي كانوا في الابتدائي ما زالوا يتواصلوا معك ولا خلاص كل واحد راح في حاله؟ لا كل واحد راح في حاله. شكرا. كان في مرحلة من المراحل لما كنت في الابتدائي عندي أصحابي اللي نحضن بعض ونروح بيوت بعض ونلعب مع بعض، وصاحبي اللي ما في بعده ما قبل عليه كلمة. اللي في المتوسط والثانوي نفس الشيء، اللي في الجامعة نفس الشيء، واللي كنت في وظيفة ما في زمن سابق نفس الشيء، نذكر بعض بالخير. صحيح. طب ليه ما قعدت متعذب وأقعد أتأوه كده ومد بوزي يا الله صاحبي سعيد هذا اللي كان في معايا في الفلاح زمان دحين مو معايا وأقعد أبكي؟ كمون يا جماعة، الدنيا محطات. اللي كان حصل قبل سنة أو قبل شهر أنت الآن في محطة جديدة. كل يوم يا حبايبي عندنا محطة جديدة. إذا آمنا بأنه الحياة هي محطات معنى ذلك أنه تعال نتحاسب أنا وإنت. ليش هو حضرتك تبغى المحطات دي كلها يكون فيها نجاح مطلق؟ هذا هو السؤال الكبير اللي أسأل نفسي به. لازم أسأل نفسي بذلك. أنا دائما أبغى أكون ناجح 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 في كل شيء. كل ما دخلت مجلس أنا اللي ألفت النظر، كل ما كنت مع أصحاب أنا أفضع واحد، كل ما لو اتزوجت أنا أحسن زوج، أنا أحسن أب، أنا أحسن موظف، كمون أنا أحسن واحد يسوق في الشارع، أنا أحسن واحد يجيب مش، أنا أحسن واحد يحل الغاز. مو شرط يا حبايبي، للأسف إنه إحنا عندنا غيرة على أنفسنا، غيرة يعني سلبية لو جاز التعبير، إنه إحنا نبغى نكون ناجحين. ما حد قال لك لا تحلم، بس دائما خلي حلمك على قدر سقف مقدراتك. لا تحلم بأي شيء أكبر من حجم المقدرات. أنا يا سعيد اليوم أعترف نفسي أمنية عيني أسوق طيارة. أوكي. اليوم نفسي أسوق طيارة ونفسي أكون كابتن. لو انشق 8 ما حيخلوني كابتن.
ليه؟ يا ابوي انا عمري 53 سنه، لو رحت اخذت لي رخصه الان حقعد لي سنه ولا سنه ونص ولا سنتين عشان اجمع لي كم 3000 ساعه. تعال نسال، حيقبلوني في اي وظيفه وانا بعمري ده وحواجبي بيضه؟ اكيد لا. شكرا. يبقى حلمي اكبر من سقف مقدراتي، لازم احلم على قدر سقف مقدراتي. اشكاليتنا ندخل بيت الزوجيه او ندخل عمل، خلينا خلي بيت الزوجيه في السيجمنت اللي بعد. حلو. ندخل في عمل نبغى الجميع يكون راضي عننا، شايفين انا ايش بسوي، انا احسن والله تصدق. واجي في البيت واحكي، احكي زوجتي، احكي اصحابي، يا اخي عندي شويه عالم ما في راسها في العمل، والله الواحد فيهم ما ادري كيف وظفوه. حضرتك احسن واحد، طيب ايش سويت؟ حتكون اسوء واحد، انت اللي حتاكل على دماغك طول النهار. ليش؟ لانك زي الشوكه في حل كل واحد. يعني انا ما اطور، ما حد قال لك لا تطور، طور طور من ادائك انت، في دائرتك انت، انصح وجه اذا كان لك صلاحيه، لكن لا تروح عملك وترجع وانت ماجد بوزك غير راضي عن البيئه اللي انت موجود فيها، لانه البيئه هذه بيئه غير ناجحه. حبايبي اشتغلنا في وظائف كان فيها من الصعوبه بمكان انه حتى نبرز، لانه الوظيفه كان فيها الاف من الاشخاص، مستحيل انه تفكر للحظه انك ممكن تكون مدير ولا مشرف ولا ايش ما كان في يوم ما. من فضل الله في تسارع سريع بقدر ما المولى عز وجل الامور بتتحسن وتمشي. يا عمي على زمنكم، لا مو على زمننا يا حبايبي، ترى كثير من الامور والقصص موجوده الان عندنا، موجوده بين يدنا، وهذا مو شرط انه يكون لازم الامر يتم. الرساله المحمديه اخذت سنوات طويله عشان تكون واضحه، الى اخر يوم في حياه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بيدينا اخر درس، اخر درس في الكتيب حقك يا محمد، اخر توجيه للقوم اللي بعدك حيجوا الى يوم القيامه الى اخر يوم. طب ليه ما كان خلصتنا وديتنا الموضوع ده كله في سنه وخلصنا وعشت انت مبسوط وتتزوج وتروح وتيجي والناس كلها من حواليك صاروا مسلمين؟ ليه ما كان الامر يتم بالطريقه دي؟ لازم يكون الامر فيه معاناه، يكون فيه صبر، يكون فيه تحدي، يكون فيه امور كثيره بالرغم من شهرته، لانه انشهر خلاص اصبح معروف المصطفى الرسول، الى انه لسه في ناس بتكذبه، ليه لسه في ناس بتاذيه، لسه في ناس بتخطط له، بتخطط له بالاذى. انتوا عارفين انه الرسول، انتوا كده بتلعبوا مع الرسول ومع الله، انتوا خليكم بعيدين عن الحته دي. لا كيف كبر الانسان احيانا ينسى. فبالتالي الامور اللي تمت مع المصطفى صلوات الله وسلامه عليه اذا ما اعتبرناها قدوه ودرس فعندنا اشكاليه في فهم السنه، هذا رقم واحد. رقم اثنين، لازم نعرف انه هكذا هي الحياه، هكذا هم البشر، هي كده الحياه يا حبايبي. زي ما في اكسجين وفي نيتروجين وفي اي غازات موجوده حوالينا وفي جاذبيه وفي نوم وفي اكل وفي موت وفي حياه، زي ما في نداله، زي ما في عدم نجاح، زي ما في صراعات بتحصل، زي ما في ناس تفهمك غلط. حبايبي احنا نقول كلمه الحق، انا على يقين الان الملايين اللي بيسمعوني ترى مو كل واحد موافق على كلامي، ترى حيطلع لنا واحد في البخت الان يقول انت وانت ويفهمنا بطريقه مختلفه تماما عن المقصد. لا بس تعال حبيبي نفهمه كلمتين، وجدنا انه مو راضي يفهم، انا للامام ان يمد قدميه. ابحثوا عن القصه حقت الامام ده. واحد طفت لو دخل عليه في المسجد شافه كده ما شاء الله عليه رجال هامه وقامه وراجل كده يحترف، فالامام لم رجوله، لما ساله اول سؤال عرف انه ما في راسه، راح مد رجوله طلع انه هذا ما في راسه. عموما اللي يهمنا في الموضوع انه عمليه مفهوم كلمه نجاح عندي غير كلمه نجاح عند سين وعين وصاد من الناس. صحيح. في بعض الاشخاص كلمه نجاح تساوي انا لازم اجيب الامر ده ولازم اوصل له. من ضمن المفاهيم حتى انه انا لما اقدم في عملي، انت ما عندك صراعات في العمل سعيد؟ قول لا تخاف، لا تخاف طبيعي اكيد اكيد تمام كلنا حبيب. ولو على فكره لو كلنا كان الامر كده ماشي سموث وماشي كده واو ما وفظيع، معناته في شيء غلط في الاورجنايزيشن دي، في شيء غلط في هذه المنظمه، لانه احنا كل يوم بنطور كفريق عمل، بنطور الاذاعه، بنطور المنتج، بنطور الامور، ويوم يزعلوا منك ويوم تزعل منهم ويوم ما ضبطت معاك ويوم قالت لك ويوم قلت لها، الى ان نصل الى نقطه التقاء. وممكن تكون على فكره نقطه التقاء هي مش بالشرط بنفس الصوره اللي انت رسمتها ولكن بجزء من الصوره اللي انت رسمتها، الا يعتبر هذا نجاح؟ الاشكاليه انا ابغى الصوره كامله برايي انا. يا جماعه في غلط في الفورمولا دي، في يا عمي خط مشيها، خلينا نجرب. ترى مخك على فكرة مش هو المخ المسكت، ترى انتبه، في بعض الأشخاص يعتقد بأنه مخه، أنا يا حبتي بتكلم على الإذاعة اليوم على يقين بأنه ممكن يجيني شيخ يرد علي، يجيني عالم يرد علي، يجيني شخص متمرس يرد علي، لا طيب ما عندنا مشكلة. أنا ما بقول الكلام اليوم معناته خذوا من هاني غامدي وأرموا البحر، هو كده إذا ما سويته كده معناته أنتم ما حتضبط حياتكم، معناته عندي إشكالية في نفسي أنا. أنا يوم أقول كلام أنا أتعلم منه، والله حريص على الإعادات، عارفين ليش؟ عشان أعلم هاني.
حتى لما نتكلم واقول اكون انا داخل في الجو الان، انا يمكن ما انتبه لبعض الكلمات بدون قصد، ربما ما اشرحها بالطريقه اللي المتلقي يفهمني فيها. ارجع اعيد مره ثانيه واقول والله غريبه هاني اقنعني في الحته دي، بس هاني ما اقنعني في الحته دي. هاني ما اقنعك، ما انت هاني، ايوه انا هاني، بس ربما اكون اخطات في اللفظ، تركيب الجمله، ما راعيت المتلقي باختلاف جنسياتهم وباختلاف عقولهم وباختلاف الجزء الفكري الخاص بهم. اذا الانسان يطور نفسه حبايبي، ما في حاجه في الدنيا اسمها نجاح بالمطلق او فشل بالمطلق او نجاح بالمطلق او عدم نجاح بالمطلق. لازم الحياه يكون فيها امر ما ضروري. ليش الضروره هذه؟ الضرورة عشان تنصقل نفوسنا، عشان تتربى عضلاتنا النفسية لو جاز التعبير. لو ما ربينا عضلاتنا النفسية لو جاز التعبير، طبعا هي كلمة مجازية أنا بستخدمها دائما عشان لا أحد يقول لي دحين فكيت في علم النفس، ما أدري واحد يطلع لي دحين يقول لك هيا شوف من فين جبت الكلمة دي وانت حنا. فهي عشان كده بكدر وأقول العضلاتنا النفسية دي كلمة هاني أنا مخترعها عشان توصف أمر معين. يجيك شخص ما يقول لك والله أنا عشان أبني على عشان ما أبني على العضلات دي أنا لازم أكون كل شيء تمام. لا حبيبي، لازم تتعب، لازم تمارس أمور مخالفة عن اعتقاداتك، عن تخيلاتك، عن أهدافك، عشان تكون مبدع في أنك أنت تبحث عن طرق أخرى مختلفة لتصل إلى الهدف. تصل إلى الهدف احتمال، مو شرط، أو قد يكون الوصول إلى جزء من الهدف، ولكن المهم أنك أنت في بروغريس، أنت ماشي، أنت متقدم، أنت ما تقوقعت، ما وصلت لمرحلة يا عمي الواحد يروح الدوام يدق الكرت يحط البصمة ويقعد الله يكلك ورقتين نشخمطها ونسوي اللي عندنا ونمشي. خيبة أيدي، إيه الخيبة اللي احنا فيها دي؟ كيف الكلام ده؟ ده حتى مالك هنا ما يجوز أنك أنت تأخذه بالطريقة دي، لأنك مطلوب منك أنك أنت تطور الأمر، تسهل على الناس. كيف سهلت على الناس؟ كيف بتكسب الأجر من ده العمل وانت قاعد انت والماسة والطاولة، ولا انت والطاولة واحد؟ مجرد انك انت مؤدي لعمل ممكن اشيلك احط اي واحد تاني بدالك ويؤدى نفس العمل واحسن منك، يمكن حتى يمكن خط يده يطلع احسن منك. من جد حبايبي، صحيح، ترى كل عمل ماسكينه في يدنا هو عبادة، وهذه كده كلمة على جنب نتكلم فيها، اما تكسب منها أجر او تكسب منه سيئات. كيف سيئات؟ وأنا بروح أداوم 8 ساعات. إيوه حبيبي بتداوم 8 ساعات بس بتكسب سيئات ترى على فكرة. عارف متى؟ لما يكون الأمر بيدك إنك أنت ممكن تطور نموذج أو تطور بروغريس أو إجراء معين كان ممكن، ما أقول لك تجاوز القانون، انتبه أنا ما أتكلم على الجزئية هذه، أنا أتكلم على حتة ممكن إنك أنت تعدل في أمر ما وتستمر وتبلغ الإدارة ويا جماعة الطريقة هذه أفضل، وإذا ما وافقوني ما أمد بوزي وأزعل عشان ما تتحول الأمور إلى أمور شخصنة وأنا المدير هذا ما في راسه والمدير أصلا ده ما ينفع ونبدأ نخش في فرع آخر. أنت النية الطيبة حقتك شيء عشان تطور نموذج، قلبت الموضوع إلى شخصنة مع المدير وشوية كده مع المشرف وشوية كده تقول عنهم كلهم ما في راسهم والإدارة دي كلها الله يحرقها ولا الله يأخذها. ليه 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 كده وصلنا؟ ليه ما يكون عندي الالتزام بأنه أنا أقدم أقل ما فيها؟ لك شرف أنك أنت تكسب الأجر بين رب العباد، إن شاء الله في يوم تترك بصمة ولو بعد 10 سنين، والله الذي لا إله إلا هو، أنه شاركنا في أمور ظهرت نتائجها بعد 10 أو 15 سنة. أنا كنت الأمين العام للمؤتمر الأول للعنف الأسري، أنا أخوكم محدثكم اليوم، ربي أكرمني بقبل حوالي 14 سنة أو 12 سنة تقريبا أني أكون الأمين العام للمؤتمر الأول للعنف الأسري، أول ما بدأ موضوع العنف واشتغلنا حوالي 3-4 سنوات ووصفنا وجرمنا في المحاكم واشتغلنا على كل المدارس وسوينا أشياء كثير. متى بدأوا يعترفوا بالعنف؟ دحين قبل 3 سنوات. موضوع المجلس الأعلى للأسرة كان أحد التوصيات 9 يلي من المؤتمر حطيناها، متى طلع المجلس؟ قبل 6 شهور. كلام ده من 12-14 سنة. طب إيه سويت يا هاني؟ لك أنت صرت الرئيس؟ لا يا حبايبي، يكفيني شرف أنه الحمد لله أقول من فضل الرحمن سأكسب الأجر مما أنا قد زرعته من 12 سنة. هكذا هي الأمور في مفهوم النجاح، أنه الإنسان لما يعمل شيء يزرع زرعة ولو صغيرة، حتى لو ما نبتت، حتى لو ما طلعت، حتى لو ما شفتها وهي بتطرح، ولكن يزرعها اليوم واعتبر أنه يوم اللي أنت زرعت فيه هو يوم نجاح لك. وإذا ما ظهرت للعامة، إذا ما ظهرت لعباد الله، فهي محسوبة لك عند الله، لأنك أنت بنيتك الطيبة زرعت أمر عندك النية أن يكون لوجه الله خالصا. إذا بالتالي يا حبايبي، النجاح ليس الأمور التانجبل، ليس الأشياء الملموسة في يدنا، النجاح هو ما تقرره أنت في رأسك بأنك أنت إنسان ناجح. أول نجاح له، أو عفوا أول توصيف للنجاح بأنك أنت تقول أنك أنت ناجح لما تحمد رب العباد. جميل. تحمد رب العباد عليه، يا ما في شيء نجحت فيه، يا لهوي ما في شيء نجحت فيه، أنا بحمد ربي. خلاص بنحمد ربنا يا أخي. عندك اتصال ولا شيء سعيد؟ لا، نطلع فاصل. نطلع فاصل حبيبي، يلا. طيب
نطلع فاصل قصير بس قبل كذا خلني أذكركم برقم التواصل 011-21-78-555 رقم التواصل الثاني 012-61-61-100 كمان تقدر تشاركنا عن طريق التغريدة إذا حبيت تكتب سؤالك ما أنت حاب تطلع الهواء اكتب سؤالك وحنجاوب عليه إن شاء الله فاصل ونرجع لكم مفاتيح مع الدكتور هاني الغامدي وسعيد حنتوش مرحبا فيكم مستمعي إذاعة ألف ألف من جديد في برنامج مفاتيح برنامج مفاتيح على اسمه يعني أنت لما تسمع مثلا من الدكتور هاني أو أي كاتب أي مثقف أي ناصح أي يعني إن كان أي إن كان اسمه يعني المسمى الوظيفي الخاص فيه أي شيء تسمعه مو شرط أنه يعني الأشياء الموجودة في هذه القصة إذا طبقتها أنا حصير ناجح لا كل واحد له قصة مختلفة ترتبط فيه فأنت أصنع نجاحك بالمفاتيح اللي احنا نعطيك إياها من القصص من المواقف من النصائح اللي بتسمعها من الدكتور هاني طبعا طيب يا دكتور هاني الآن خلينا ناخذ اتصال من موسى الشهري تفضل ألو تفضل موسى معك الدكتور يسمعك مساء الخير مساك سيد هاني والسادة سيد حنتوش حياك الله مرحبا بك انتوا الطاقه يعني نستفيد منها في الحياه هذه بالذات الاستاذ هاني الغامدي قسم بالله كلامك حكم ويدرس وبالعكس ما حد يعني انه يضايق يقول لك لا والله انا بالعكس انت لو ما انقرص وانت لو ما تعلمت ولو ما طحت عمرك ما حتوقف عمرك ما حتشوف الطريق المنير الا لين توقف على حالك ونبدا من مرحله اخرى وكل مرحله تعلمنا يعني زي الشريط الجيم لما نلعب في أستاذ هاني تخلص مرحلة تجيك مرحلة ثانية غير الأولى وزي كذا أنا بس حبيت أختصر وأشارك معاكم وأقول لك شكرا من القلب أستاذ هاني ربي يسعدك ويقويك إن شاء الله وإنت يعني غني عن التعريف والله يسعدك والشكر كمان موصول لحبيبنا سيد حنتوش الله يعطيك العافية شكرا جزيلا لك طيب ناخذ كمان اتصال ثاني أبو فارس السلام عليكم مساء الخير مساء الأنوار عليكم السلام يعني استشارة للدكتور هاني تفضل. يعني استشارة خاصة أمانة أنا دكتور أنت نوهت على كلمة قبل لو تعلي صوتك الله يحفظك إيه أقول أنت نوهت على كلام قبل الإعلان اللي هو التطوير في العمل يعني من قبل الشخص نفسه أنا من الناس اللي أنجزت عملي وابتكرت فكرة يعني تطويرية في نفس المجال اللي أنا فيه في العمل للأسف الشديد يا دكتور يعني رئيسي أخذ الفكرة مني أنا ما بقول سرقها ولكن يعني تعتبر جهدي كله ضاع وتعبي كله ضاع ولا نسب لي شيء من الفكرة اللي أنا ابتكرتها وطبقت حتى في العمل يعني طبقت في العمل وصارت صاروا يثنون على هذا الرئيس يعني صراحة جهدي كله كذا يعني فأنا أبغى استشارة منك دكتور بخصوص هذا الموضوع وشكرا الله يعطيك العافية الله يعافيك تفضل دكتور دكتور هاني معك حبيبي أيوة أبو فارس طبعا يقول أنه ابتكر فكرة لكن رئيسه للأسف أنه يعني أخذ هذه الفكرة ونسبها له وبالتالي حصل على المجد يعني زي ما يقول هذه كتر منها حبيبي محدثكم من فضل الله كان في مشروع كبير ما حد كله مشروع عنه طبعا أيوة. كان في مشروع كبير على مستوى الدولة على مستوى الوطن وكان هذا المشروع يتبع لأحد الجهات واشتغلت فيه تقريبا شخصيا أنا حوالي 8 أشهر بكل بساطة تم الاستغناء عني الكلام هذا قبل حوالي يمكن حوالي 16-18 سنة تم الاستغناء عن خدماتي ما كنت موظف كنت متعاون مع هذه الجهة وتم الاستغناء عن خدماتي قدر الله بعدها يمكن بشهر ونص أو شهرين أروح مناسبة في نفس الجهة هذه الشخص اللي كنت أنا أعمل معه لصالح هذا المشروع الوطني نفس البرزنتيشن حقي بالضبط ما غير منه حرف كل اللي سواه أنه غير الخلفية فقط وأنا جالس أتفرج على الكلام اللي أنا كنت أسويه لمدة 8 فعموما ابتسامة عريضة حقيقة والله وهذا الأمر تكرر عدة مرات في كثير من الأمور الأخرى في كثير من مشاريع أخرى مو عشان أنا بينضحك علي لا هي كده الحياة يا حبايبي هي كده الأمور لكن ربي أكرمك بعلم أعطيك
من ذاك من 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 هذا الموقف اتعلمت شيء مع هاني مع نفسي، انه اي امر يتم، وعلى فكره امور هذا الامر اللي انا سويته من فضل الله الى يومك هذا بيستفيدوا منه العامه. انا على يقين يا سعيد وكل من يسمعنا على يقين بحسن الظن بالله، ان كل ما يتم من خلال هذا الامر يلي تعدل طبعا وتطور وكبر واصبح مشروع وطني كبير، يعني على الاقل انه انا بدات بنسبه بسيطه منه، انا على يقين انه رب العباد بيجرني فيه، على يقين انه رب العباد عدل بيجرني فيه، وانا نايم في بيتي والعداد يحسب لي. طيب يا هاني يا غير هاني، بلاش هاني عشان لا يقول لك هذا بيتكلم عن نفسه، هل انا الان لو اجي انا كشخص اخر اهم عندي انه ينحسب لي عند الله ولا ينحسب لي في الدنيا؟ لا والله عند الله، عند الله سبحانه، عند الله الى ما لا نهايه الى يوم القيامه. سنيت سنه حسنه، ارجوكم يا حبايبي اليوم موضوع النجاح والفشل افخر وافتخر وافتخري يا كل من زرع شيء ولم يشكر عليه، افتخر اياك ثم اياك انه شخص يكون زرع شيء مبارك، شيء ما فيه خروج عن النص او الخط الشرعي وما حد شكرك من الدنيا، افتخر بأنه العداد بيحسب لك ليوم القيامة. ده نظرية واحد زائد واحد يساوي اثنين، ما يبغالها كلام. جميل. بل بالعكس التوفيقات من المولى عز وجل في مقابل هذا الألم النفسي يلي ممكن يكون يصيب البعض، ربنا حيعوضك في أمور أخرى. لكن أول ما تقول ما شكروني ما سوولي ما عملولي، نسيت مين؟ نسيت الله سبحانه وتعالى، نسيت حسن الظن بالله، نسيت أنه في عدل حيجيب لك حقك لحد عندك، نسيت لأنه هم الدنيا هو اللي خلاك تبعد عن أنك أنت تفكر في الشكر جاي منين، جاي من سين وعين من الناس ولا جاي من عند المولى عز وجل. ويقينا جايك الشكر، يقينا رب العباد حيشكر، حيشكرك في إيش؟ في راحة بالك، في أحبابك، في تسهيل أمور حياتك، في تعويضك مهما طال الزمن. ده دين موجود لك عند المولى عز وجل وحيوفيك إياه في الدنيا والآخرة. عند الله دين، نعم عند الله دين. متى يكون الدين يا حبايبي؟ لما يكون للعباد. يا سلام. طيب معنا هدى، تفضلي يا هدى. مساء الخير. مساء النور. بس انا حابه اتكلم، يعني صراحه الدكتور تكلم اشياء كثير وجميله جدا، بس احنا عندنا في مجتمع كثير في اعداء النجاح، ففي اشخاص يتاثر لما يكون ينجز انجاز او يعمل عمل، فلما يجي احد مثلا ما هو قادر يوصل للشيء اللي وصل له وقاعد يقلل من اهميه الشيء هذا، فهو قاعد يتأثر بالسلبية هذه أو بالأشخاص السلبيين. فهذه النقطة موجودة كثير ونشوفها أحيانا تحدث كثير في حتى أحيانا في أشياء علمية ومفيدة للبلد، فدائما كثير من المخترعين ومن الأشياء يتأثر بهذه الأشياء. فكيف الشخص يتغلب على السلبية اللي تحيط فيه؟ النقطة الثانية أنه إحنا عندنا المجتمع كثير في ناس ناجحين، لكن بعض الأشخاص من كثر ما هو ناجح يحس نفسه أنه يبغى يوصل لآخر درجة في السلم بسرعة، ما هو قادر يصعد السلم حبة حبة، وأحيانا تكون النتيجة عكسية، فكيف يتغلب على هذا الشيء؟ جميل، هذا اللي أنا حبيت أوصله وشكرا لله. يعطيك العافية. الله يعطيك العافية هدى، شكرا لك. طيب يا دكتور هاني، أعداء النجاح النقطة الأولى اللي ذكرتها هدى، أعداء النجاح أقول لكم على مفاجأة، اللي عاش برا يا سعيد، وهذه نقطة جدا مهمة، بناتنا وابنائنا من فضل الله عاشوا برا، عرفوا يعني إيش نسبة وتناسب قد إيش أعداء النجاح برا. أعداء النجاح برا فيما بينها وبين بعض من البعض، سواء كانت وظائف سواء كانت مصالح سواء كانت أمور معينة، أعداء النجاح هناك خطيرين، ممكن يقتلك. أعداء النجاح ممكن يدمر ما عنده ما فيش مخافة من الله. إذا كان حقت عليك أنا ممكن أدمرك. وعلى فكرة مع شديد احترامي اللي يشوف أفلام أمريكي أو يشوف أفلام أسترالي ولا يشوف أفلام كندي، ترى الأمور هذه موجودة في الأفلام. صحيح. القضايا دي قضايا أعداء النجاح، شوفوا الحقادة اللي بتتم بين شخص وشخص، حتى الحقادة اللي ممكن تتم أنه ممكن يقتلوا بعضهم في بيت واحد. هدول مش مرضى نفسيين على فكرة، لو هدول مرضى في أفكارهم وأخلاقياتهم، لأنه ما عندهم جزء المخافة من الله هذه اللي موجود عندنا اللي يسكتنا أحيانا مش موجود. إذن حتة أنه مجتمعنا وعندنا وإحنا حبايبي يا بناتي ويا أبنائي، إحنا أقل نسبة مجتمع فيه كثير من الأمور اللي موجودة برا بشكل كبير. أنتوا ما بتشوفوا غير زاوية مضيئة، ما بتشوفوا غير ناس بيجوا يورونا حتة الحاجة الواو يلي عندهم، واللي للأسف إلى يومنا هذا يا سعيد ما عرفنا كيف نلعب على الآخرين أيضا ونوريهم الواو اللي عندنا. إحنا بنوريهم شوفوا ونطقطق على بعض ونضحك على بعض ونتحكم على بعض ونشهر في بعض ونسب ونشتم بعض، وبالتالي اللي من برا إيش قاعد يشوف؟ يشوف هذا المجتمع اللي بيعضعض في بعضه البعض.
ما شاف الواو يلي عنده. كمان الجزء الإعلامي اللي عندنا يحتاج إلى كثير من التعديلات في أنه هو يقدم الصورة الحقيقية وليس الصورة المبالغ فيها في أنه والله عندي أفراد مجتمع مفيش بعدهم. لا، إحنا بشر عندنا نسبة وتناسب، عندنا الناجح وعندنا غير الناجح. صحيح. عندنا المخترع وعندنا غير المخترع. بناتنا وابنائنا لما نطلعوا خارج القطر إيش اللي صار؟ بيجيبوا الأول على كافة المستويات. صحيح. معنى صحيح. ذلك أنه مخ عيالنا وبناتنا إيش بو مضروب؟ أبدا، مخ عيالنا صاحي، عندنا ذكاء عالي. أنت تقول كده عشانك سعودي، سعودي وافتخر وسعودي وكل الأمور واضحة في يدنا، كل الأمور واضحة في يدنا. أي أبناء أو بنات موجودين برا أو أي شخص خرج عشان يكون عنده دور معين، من فضل الله بنقوم بأفضل الأدوار وبناخد أحسن الأماكن. متى الكلام ده؟ آخر 5 سنوات أثبتنا إنه إحنا عقولنا صاحية، طبنات مخنا، جيناتنا من فضل الله تعتبر من الأذكى حول العالم، والدلائل في يدنا. شوفوا أنتوا الآن إيش اللي بيصير من كل الجامعات اللي بتخرج في أمريكا أو في غيرها، في فرنسا، في اليابان، في أستراليا، كم النسب اللي بتجي، مين اللي بيجيب الأول، إيش المخترعات اللي تمت في المعامل عندهم هناك، كم براءة اختراع تم من خلال عيالنا وبناتنا في 5 سنوات الأخيرة. للأسف الإعلام عندنا مضروب. أنا آسف أقول الكلمة دي، ما حد يزعل مني. إعلامنا ما وجه الكاميرا على الحتة هذه، الكاميرا ما راحت على حتة عيالنا وبناتنا إيش قاعدين يسووا. المفترض والله تفتح قناة كاملة عشان إنجازات أبناء الوطن، سواء كان على الحدود أو سواء كان من أبنائنا وبناتنا، برامج وغير برامج. يا سيدي بلاش قناة، القنوات الكبيرة هذه المفروض أنها تصرف المال في حتة إبراز الصورة الحقيقية لعيالنا وبناتنا. يلي على فكرة ما بنهايط، ترى احنا ما بنهايط ابدا، احنا حقاً. عندنا وقائع في يدنا. صحيح. اللي بيجيب الاول واللي بيجيب الافضل واللي بيجيب احسن النتائج عيالنا وبناتنا. ليش احنا ما بنوجه خبر يعدي في بعض البرامج، بعض البرامج خبر يعدي كده، والله سعيد حنتوش جاب الاول في الاختراع مش عارفه، وسجل الاختراع وشكرا، ثلاث دقائق ولا عاد اعرف من هو سعيد حنتوش بعد كده. وبعدين هذه النقطه، النقطه الحته حقت انه احنا واحنا، لا يا بنتي احنا واحنا دي، اسالي اللي في عمر ابوك ولا اخوك الكبير واقول لك انا عشت برا سنين طويله ربع قرن، وعشت في المجتمعات اللي برا، الحقاده والاخطاء اللي بتحصل والبلاوي اللي بتصير سواء داخل بيت اسره ولا في عمل ولا في الشارع، الخوف موجود في قلوب الاغلبيه. نعم في قانون يحكم، وللمعلوميه انا قلت الكلام ده قبل عده سنوات، اللي ما رباه الدين او الشرع او الاخلاق يربيه القانون، ومن فضل الله اليوم عندنا القانون يربينا، عندنا اليوم القانون ربنا، وكان مفترض انه يكون من زمان لكن لا باس جاء في وقته. اليوم انا لو جيت ابغى غازل ولا اجي الادبي ولا اطاول على احد ولا البس فلين او سروال وانزل في الشارع عندي عقاب. أي. الناس زعلانه كانت من ساهر، ساهر من اكثر الاشياء اللي انا فرحان فيها ولو اني اتلسعت منها ترى. اتلسعت والله وانا ما ادري الشارع، والله 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 شارع مكتوب 90 ماشي انا 80 في يوم الجمعه رايح لبيت امي، لسعوني بمخال كيف ما ادري، انا ما كنتها الحمد لله ما عندها مشكله. اللي يهمني في الاخر انه قلت نسبه انه احنا لابد ان احنا نتنبه بانه ترى احنا مش مجتمعنا وعندنا، لا حبايبي احنا ناس من فضل الرحمن من فضل الله من التوب، مو عشان سعودي وقاعد اقول كلام ما له علاقه ابدا، بتكلم بوقائع وامور موجوده في يدنا من فضل الله. تفضل سعيد. جميل. طيب بس ناخذ الاتصال قبل ما نطلع الفاصل. ام بتول تفضلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت دكتور هاني، يعني الموضوع خارج النص بس ممكن اتواصل معك اذا تعلي صوتك يا اختي، ما اسمعك الله يحفظك. موضوعي خارج النص نهائيا، ماني حابه اتكلم فيه على الهواء، ممكن اذا تكرمت اتواصل معك باي طريقه كانت. طيب في عندك على سناب شات عندك؟ ما اعرف له والله. او على تويتر موجود عندي؟ او على تويتر عندك؟ عندي الرقم اللي موجود على الواتساب فقط. هذا جبتيه انت من التويتر مزبوط؟ ايوه. طيب راسليني على نفس الرسائل الخاصه حقت التويتر، على الرساله الخاصه في تويتر لانها مفتوحه للجميع يا بنت الله يحفظك واختي. طيب شكرا لك، الله يسعدك، حياك يا بنتي. شكرا لكم البتول. طيب خلاص نطلع فاصل دكتور ونرجع نكمل في اخر دقائقنا. يلا فاصل. مفاتيح مع الدكتور هاني الغامدي وسعيد حنتوش. حياكم الله في الدقائق الأخيرة من برنامج مفاتيح مع دكتور هاني الغامدي. أرجع من جديد لك دكتور هاني، وخلينا نتكلم عن نقطة يعني المحطات اللي ذكرناها، محطات عدم النجاح
في كثير من الأشخاص لما يوقف في المحطة هذه أو ممكن يتعداها بمراحل بمحطات، لكن في المحطة اللي هو ما نجح فيها لازال يذكرها بالسوء ويذكر أشخاصها بالسوء ويلعن ويسب، وممكن يعني يوقف حياته كلها بسبب الفشل اللي حصل في المحطة الرقم 2 من حياته. ليش ما احنا نتغلب على هذه المحطة وننساها ونتسامح؟ الجزء اللي ذكرته انت في بداية الحلقة، التسامح، انه انا اتسامح مع كل شيء سيء حصل في حياتي وابدأ انطلق وانسى كل شيء سيء عشان اقدر اوصل للمحطات والنجاحات اللي بعدها ان شاء الله. قد ايه باقينا سعيد دقائق؟ باقينا تقريبا 5-7 دقائق. طيب ليش أسيبك وأنت آسيتني قبل عدة سنوات؟ ليه ما أقعد أعمل ريكول وكل يوم والتاني أتذكر الموقف اللي أنت أتعبتني فيه واللي أنت سويتني فيه واللي أنت ظلمتني فيه؟ ليش؟ لا بالعكس، أقعد أحقد عليك وأفضل طول الوقت وأنا أفعل هذه النار جوا صدري، عشان أنا مخي للأسف ما بدي أقول كلمة وحشة بس مخي ما بيشتغل. سعيد عمل فيه العملة وراح في حاله، ترى أنت رحت ونمت وغيرت مكانك وتزوجت وجيت، وأنت ما أنت جايب خبري، وأنا اللي قاعد أعيد وأزيد في الأمر اللي سواه فيه سعيد. سعيد حبيبي طبعا حاشاك. اللي همني في الأمر أنه مثل هؤلاء هم الجهلاء بالبلد كده، هدول هم الجهلاء. خليني أقول لك على حاجة سعيد والكلام للجميع الله يحفظك، أنا دائما أوصف أمور حياتنا كالتالي، أن الدنيا قطار ومحطات، هذا كلامي. المحطات هذه تتغير، في ناس تنزل المحطة تدور يمين شمال تعجبها المحطة تقعد تطول فيها إلى ما شاء الله، صار شيء في المحطة يروح لمحطة تانية، وفي ناس تنزل المحطة سيئة جدا ويبقى في المحطة بكل جهالته وكل بين قوسين غباءه، وفي أشخاص يركبوا كل شوية وهو ناطط من محطة لمحطة، هذا ماله صاحب على قولتهم، هنا يتنطط ما انت عارف له، كل يوم والتاني بيتنطط مع اشخاص معينين، مع عمل يتزوج ويطلق ما انت فاهم له، وفي ناس وهدول هم الخطيرين جدا حبايبي، لا انه ركب القطار ورح وطلع محطه، ولا انه قاعد في محطه ولا سوى شيء، عارفين ايش سوى؟ حول نفسه الى قطعه من القضبان يمر من فوق الزمن والاحداث والبشر، تقوقع في مكانه عشان دخل محطه بالغلط وتلطش فيها وما عرف كيف يخرج، مش ما عرف، ما يبغى يخرج لأنه جالس في دي المحطة وخلاص، قال لك هو ده القدر. أصلا كمان أمي وأبويا كانوا كده، أصلا كمان أصحابي هم كده. حبايبي خلينا نتكلم بشكل مباشر، موضوع الزواج والطلاق، الناس كثير الآن عندها مآسي في صدورها، يوم ما تزوج ويوم ما طلق، يوم ما طلقت ويوم ما تزوجت. يا بنتي ويا ابني عدوا المحطة دي، لازم نعديها، لأنه لو ما عديناها هنعمل ريكول. أنا أمثل الرأس كأنه هناك 3 مستويات في الرأس، القفة كده خلوكم معايا، القفة حلو، وفوق الرأس عند اللفة حقت الرأس وعند الجبين. خليني أقول مجازا هذه بس عشان تبسط الصورة، خليني أقول ملفات الدنيا كلها حقت اللي مرت فيها محطوطة في قفايا تحت كده في درج تحت في آخر ليش في آخر الرأس، أقوم أنا أعمل ريكول، أعمل استدعاء وأسخن الملفات زي ما أحطها في الكاش ميموري حق الكمبيوتر. فهذه الملفات أول ما أعمل أي شيء استدعاء لفعل أمر ما، من فين حاجين الملف؟ حاجين الملف اللي عند لفة الراس، مش من اللي ورده، اللي ورده اللي أنا ناسيهم، اللي فوق ده أنا اللي مسخن، وكل يوم والتاني وأنا استعيد اللي أنت قلت عنه يا سعيد، حتى اللي سوالي واللي عملي واللي فعلي، وأنا دائماً مظلوم وأنا دائماً مظلوم وأنا دائماً مكسورة الجناح وأنا دائماً والزمن لطش فيه ونبكي وندور على طبطبة، وهذه كمان ترى أمراض نفسية تانية، هذه أمراض نفسية أخرى حقنا الناس أبو حق اللي حقون الطبطبة، هدول كتر منهم، دول مليانين كل يوم، وهو يدخل لك فعال عليك في المجلس ولا يتكلم معاك وهو تعبان وممغوص وتقول كأنه عنده بطنه مش عارف مين، ليش تعبان مسكين تعبانة يا عيني، شيء يقطع القلب، حياته كله مآسي، تسأل المآسي فين؟ يقول لك المدير ظلمني، زوجتي ما تستوت فيها، عيالي ما مش عارف ما نجحوا، أمي ما ديش قالت لي، الناس في الشارع ما ديش عملولي، كله أنت مظلوم به، ما في ولا شيء ينفع، ما في ولا شيء ضابط معاك، معناته المصيبة منك، في شيء في بلا فيك. صحيح. إذن لما نستدعي الملفات المسخنة هذه اللي عند لفة الرأس لو جاز التعبير، أول ما أقول أي شيء أبغاه من فين حجينا الملفات؟ من اللي مسخنة هذه. إيش أنا سخنت؟ زي ما أنت قلت يا سعيد، كل يوم والثاني أستدعي وأسخن وأخلي الملفات هذه بندنج في الكاش ميموري حقي، أول ما أشوف أي موقف أقوم أقارنها باللي تم. شوف أنا قلت لك أصلا دائما يبغى نظلم، سعيد ظلمني قبل 7 سنين، ضحك عليه في الفلوس، أخذ فلوسي ومشي، سوى فيه مش عارف مين، فلان خدعني، فلان طعني طعن، بعدين نستخدم كلمات عنيفة يا جماعة عليه إحنا، الطعن في الظهر يا دكتور، التدمير في القلب، يا عمي هونوها على نفسكم تهون يا حبايبي، إيه الكلمات العنيفة دي؟
حتى انا لقيت شو اسمه ده واحد من الحسابات اسمه مكتوب المخدوعه للدرجه دي. جات بتساله معلش مع شيء احترام قلت لها معلي يا بنتي اول شيء تروحي تغيري الاسم وترجعي لي انا واحده مخدوعه لو سمحتي انت حتصفيني مع الناس اللي خدعوكي بكره صح. مخدوعه ايه وكلام ايه ده اللي احنا بنسميه نسمي نفسنا مسميات مقيته ليش نموت يا سعيد وكل من يسمعنا نموت في الطبطبة نموت نطلع نفسنا قدام الآخرين مسكين والله هاني والله يقطع القلب سعيد من جدك ده مرض ده مرض قوموا صحصحوا ووقفوا على حيلكم والمعطيات في يدكم والنجاح على قولتهم فالكم قدي بقينا سعيد قفلنا احنا خلاص ايه. يلا آخر كلمتين نقولها أنت اللي تصنع نجاحك بقدر مولى عز وجل بحسن الظن من قبل ومن بعد الله يسعدك دكتور هاني الغامدي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا لك دكتور هاني الغامدي المحلل النفسي المتخصص في دراسات القضايا الأسرية والمجتمعية هذه أيضا تحياتي أنا أخوكم سعيد حنتوش اللي ما شاف الحلقة قدر يشوفها عن طريق اليوتيوب في أكيد حساب الإذاعة نشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية الأسبوع القادم يوم الاثنين الساعة 2 فما الله